سيدنا النبي لما جه برسالة الإسلام، رسالة الإسلام دي متفرع منها مشروعين. المشروع الأول هو المشروع الاعتقادي، اللي هو نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه، لا نفرق بين أحد من رسله. والمشروع الثاني هو المشروع الإنساني. لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جيب المشروع الاعتقادي بس، كانت الجماعات الإرهابية هيبقى عندها حق في اللي هي بتعمله، لأن إحنا خلاص إحنا بنقول لا إله إلا الله، أي حد ما يقولش لا إله إلا الله مش عايزينه. لكن كون سيدنا النبي جاب المشروع الإنساني معناه إن أنا كمسلم موحد لله وأؤمن أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأي واحد مش على ديني أنا مختلف معاه اعتقاديا، لكن متفق معاه إنسانيا. إمتى؟ لما يكون هدفه عمارة الأرض. فسيدنا النبي لما جه، المشكلة عند الجماعات الإرهابية إنه بيقف عند المشروع الاعتقادي، هو قال لا إحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب في مشروع تاني انت ما كملتوش، طب جبته منين يا شيخ انت يا ليمد اللي بتقول لنا المشروع الانساني ده؟ انا اقول لك جبته منين؟ جبته من الدرع بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي رهنه عند يهودي قبل ما يموت، مع ان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان ممكن ينزل له سيدنا جبريل بفلوس او باللي هو عايزه، او كان سيدنا صلى الله عليه وسلم قادر ياخد فلوس من نسيبه سيدنا ابو بكر الصديق وما كانتش هتبقى سلف، وكان قادر ياخد من جوز بنته سيدنا عثمان بن عفان، وكان قادر ياخد من اغنى اغنياء المسلمين في وقتها عبد الرحمن بن عوف. امال ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم اديت درعك عند يهودي؟ دي نافذه امل، نافذه امل ان المسلم بيعمر مش بيدمر. انا بقر لكم يا مسلمين انه يجوز التعامل مع غير المسلم. هي الفكره مش فكره كم دينار النبي صلى الله عليه وسلم خدهم من اليهودي مقابل الدرع، هي فكره اقرار مبدا ان يجوز التعامل. فلو كان سيدنا النبي قال بالبق بس كده من غير ما ينفذ كنا قلنا وفيها قولان، لا دي ما فيهاش قولان، ما دام لم يؤذي دينك، ما دام رسالته الاعمار، ما دام بيعمر في الارض وما بيدمرهاش، هتعامل معاك وانا مطمن.